انا ابو فهد نازل من تركيا، بدي اقضي اجازه العيد الاضحى المبارك في سوريا. مشتاق للحبايب وللتراب سوريا وللوطن، وان شاء الله يظل الوطن دوم، وان شاء الله يرجع مثل ما كان واحسن. والله كل من يقول انه تركيا كويسه وعم نروح عليها مشان اللجوء، ما اقول له انت عم تبالغ بهالحكي هذا. كل واحد انصحه منصحه يرجع على بلاده، اخر شيء ما له غير بلاده، لا تركيا ولا الاردن ولا مصر ولا غيرها ولا غيرها، اخر شيء لنا بلادنا. وجينا على سوريا نمضي اجازه ونحضر العيد الاضحى باذن الله تعالى بسوريا مع الاهل، والحمد لله رب العالمين مبسوطين بتركيا، والاغامه كويس الحمد لله، والوضع كويس الحمد لله، ما في عذاب الحمد لله رب العالمين. Thank you.